سائل يقول: إذا وقع شخص في ناقض من نواقض الإسلام وجاء شخص آخر وقال بأن هذا الفعل أو القول ليس صادر من قلبه، هل يكونون أو هل يكون في الحكم سواء؟ هذا ليس من أهل العلم اللي يقول هذا الكلام. واحد فعل شيء من النواقض أو تكلم به ويجيه جاهل ويقول له أنت لم تنوي بقلبك، هذا جاهل ما هو بعالم. النواقض إذا وقع فيها الإنسان قولا أو فعلا أو اعتقادا إنه يجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الدين من جديد. وأما التفريق بين القلب وبين القول والعمل هذا من أقوال المرجئة، وقلدهم بعض الجهال في هذا الزمان فلا عبرة بهم. نعم.